يضم العيد مشاعر كثيرة من البهجة والسرور، تجتمع العائلة ويطيب التواصل مع الأهل والأقارب والأحباب، يتخللها فرحة الأطفال بالعيد والعيدية التي تزين وجوه صغارنا بالبشاشة، فهم ينتظرونها بشغف وحب. كيف حالك؟ عيدكم مبارك. تحتفل كل أسرة بالعيد بشكل مختلف بناء على ما تقتضيه بعض العادات والتقاليد التي تختص بكل منطقة أو ولاية أو محافظة، وحرص البعض أيضاً على تزيين المنازل بتصاميم وديكورات مختلفة لتتناسب مع أجواء العيد السعيدة وتدخل الفرح والسعادة على قلوبنا جمعاً. العيد هو فرحة تحتضن كل مسلم يشارك فيها الصغير قبل الكبير، أطفالاً شيباناً كانوا أو شباباً. أدام الله أفراحنا، وكل عام وأنتم بخير. عيدكم سعيد.